رمضان 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 يا حبيب. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه صحيحه لاباس؟ مرحبا بكم معنا في نهار جديد وفيديو جديد. جيتكم البنات بواحد الفيديو اللي هو عباره على روتين كيفاش كندوز نهاري، نعطيكم واحد الطاقه واحد الحيويه باش نتوما تنوضوا وتحيدوا العجز وديروا بحالي. المهم البنات، الحاجه اللي كنكره انا في رمضان اللي ما كنحملش نديرها خصوصا الا كنت صايمه هي التصبين، انني نصبن. المهم هنايا اول حاجه، كيف ما فقت تقريبا راه العشيه هذه ما فقتش اليوم بكري، بديت بالتصبين هو الاول. عاده ما كنخليش زعما الحوايج يتجمعوا ليا بزاف وداكشي، ولكن هاد المره خليت هذيك الشبكه حتى عمرات نيت مزيان عاد نطليهم. وراكم عارفين الماكينه العاديه راه كتكون شويه فيها الخدمه، ماشي بحال ديال اوتوماتيك. ان شاء الله من هنا لقدام نشريو شي ماكينه وعلاش لا. المهم هنايا كنسي الحوايج جات لي كيكونوا ديال ادم هما الاولين اللي كنسبق، كيكونوا زعما هكا غير صغار وكلشي. عاد من بعد كندير الحويجات الاخرين. بالنسبه لتي اللي كنستعمل البنات كنشاركوا معكم بزاف د المرات، هذا كتستعملوا في الماكينه العاديه وحتى الاوتوماتيك، هذا اللي كيكون مستخلص من صابون ديال الحجره، صراحه طبيعي وزوين وفيه الريحه الزوينه. وبالنسبه للتأطير ديال الحوايج كنستخدم هذا البرودوي، هذا راني شاركته معكم بزاف ديال المرات حتى هو، وعندي فيه تشكيله يعني كامله كنديرها كل مره كندير هكا يعني واحد اللون، وكل لون كيعطي واحد الريحه. من بعد هنا جيت للصالون حيدت شويه الغبره، مسحت كل شيء، خويت هذيك الطبيله اللي كانوا فيها لي بارفان وداكشي، حيت بعض المرات كنستغلها حتى هي، كنحط فوق منها يا اما الصينيه ولا شي حاجه. وهنا كنوجد الطبيله ديال الفطور ديالي. المهم هنا غادي هنا نحط كلشي، نحط زليفات، نحط الكيسان، المهم هكا باش يجيني ساهل. عاد من بعد ندخل الكوزينه. هاد الطريقه اللي كندير البنات كتجيني مزيانه، علاش؟ ديك الساعه فاش كنبدا نطيب مثلا في الكوزينه اي حاجه طيبتها كنحطها في الطبيصير وكنجي نحطها مباشره فوق الطبله، يعني باش ما كتعمرش ليا الكوزينه. وفي نفس الوقت زعما كنلقى راسي مع الوقت وشاط ليا مازال بزاف ديال الوقت فاش ندير فيه بزاف ديال الحاجات، داكشي علاش كنسبق الطبله انني نصايبها هي هي الاولى ونحيدها عليا. عاد من بعد كندوز نشوف اشنو غادي نوجد للفطور. مول اليوم غندير فطور ساهل ماهل في متناول كاع البنات. بنات دابا جيت باش نصايب الفطور ديالي. المهم اليوم غادي نصايب تحليه الخشخاش، راني شاركتها معكم بزاف المرات وقلت علاش لا ما نعاودش نشاركها معكم هكا الناس اللي مهتمين، حيتاش اليوم البنات كاين واحد الصهد والله العظيم اش غنقول لكم، الموت ديال الصهد، وبغيت شي حاجه للفطور تكون بارده ودغيا كتوجد وسهله. ولقيت بانه عندي كلشي المقادير اللي غادي ندير في الخشخاش، داكشي علاش غادي نصايبو. المهم غير بالنسبه للحاجه المغايره غادي ندير اليوم هاد لا كريم فريش، صراحه اول مره غادي نستعمل هادي، ما عمرني ما استعملتها، وهادي اصلا ديال الطياب يعني مالحه زعما ما فيها لا سكر لا والو، اول مره غادي نستعملها. انا غادي نزيد ليها السكر نحليها باش نستعملها في هاد التحليه اللي قلت لكم. غادي ندير واحد العلبة ديال هاد لاكخيم فخيش، غادي نزيد عليها تقريبا واحد جوج د المعالق كبار ديال نيسلي الحليب المركز المحلى. انا دايره في هاد القريحه حيتاش كانت درت زعما حيتو من القرعه ديالو درتو في هادي، غندير تقريبا جوج معالق كبار راهم كافيين البنات، يعني غادي يحليو لينا هاد لاكريم فريش. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحليب المركز المحلى يديروا غير السكر سنيده حتى هو غيقضي الغرض. هذا مرتو كيحدا من الصباح هو غادي يجي غادي يجي. المهم دابا غادي نخلط هادشي كلو بالتراب الكهربائي، عاد من بعد نزيد عليه المكونات الاخرى. طلعت ما عرفتش واضحه لكم ولا لا. دابا غادي نزيد عليها واحد
واحد الباكيه ديال الجبن جبلي ولا جبن اي جبن كاين عندكم جبن كريمي صافي. عرفتوا البنات كيجي خطير هذا الخليط ديال الجبن مالح مع لا كريم فريش حلوه والله العظيم كتجي لذيذه بزاف. تقدروا ديروها حتى في لي تشيز كيك يعني بلاصه بلاصه ما ديروا بسكويت هكا صحيح كما كنديروا انا تشدوه وطحنوه وتسلطوه مع الزبده وديروا فوق منه هذه الكريمه راه كتجي بنينه بزاف. هنايا عندي جوج ساشي ديال الفلون ديال الكراميل عاده كنستعمل هذاك الكبير ولكن ما كاينش عندي غادي نستعمل غير جوج ديال الساشيات. انا ما عرفتش كيدور حدايا حتى شنو كندير ملي كنسالي صافي كنخلط كلشي وكنحيد هذه اللعيبه هذه باش كنهز هذه كنخلط بها صافي وكنحيدها وكندخل الثلاجه وكنعطي دائما هذيك المعلقه كيبقى يحسها. دابا راه داكشي اللي كيتسنى نعم ادم نعم بغيتي هذه تحسوا ها يلا بلاتي تنسالي ونعطيها لك. المهم غادي نخلط دابا هاد الفلون مع هاد الجبن وهاد الكريمه ديالي ومن بعد نديرهم في الثلاجه نخليها حتى تبرد ليا بين ما صايب البسكويت في المول عاد ندير معاه هاد الخليط. وهنايا صافي كانت الكريمه ديالي راها واجده وجيت باش نعمر داك المول. المهم هنايا خديت هاد القالب اولا هاد الكادر ديال داك المول اللي كيتحل. المهم نتوما ديروا اي سيركل عندكم تقدروا ديروا حتى مربع الى عندكم انا غير ما عنديش كندير هاد الدائري وحطيته على هاد السيبوره اللي غادي نحط فيها اللي غادي نقدم فيها زعما هاد التحليه ديالي. وهنايا خديت هاد البسكويت. بالنسبه لهاد البسكويت البنات راه شاركته معكم بزاف د المرات هذا كنت ماشي انا اللي خديته صراحه جابو راجلي من اسبانيا هذا بالدقيق الكامل ولا بالقمح الكامل كنت كنعطيه لادم هكا باش كيفطر به ولا كيدير به الكوتي ولا شي حاجه. المهم صراحه زوين بالنسبه لوليدات صغار حسن من داكشي اللي كيكون فيه غير بزاف ديال الشكلاط بلا منفعه بلا والو. مره هكا باش كنبغي نعطيه شي بسكوي اولا كنعطيه هذا حيتاش زوين وصحي ليه. المهم هنايا غادي ندير كناخذو كنغمسو في الحليب الحليب عادي بارد ومن بعد كنحطو كطبقه الاولى كنحاول نسد كاع القنيطات اللي كيبانوا ليا راهم باينين وكنقطع هكا زعما جنيبات حتى هما كنقطعوا طريفات وكنديروا فيهم. كندير الطبقه الاولى ديك الكريمه عرفتوا البنات صدقوني هاد الكريمه تقدروا ديروها في اي حاجه ديروها حتى تشيز كيك كما قلت لكم كتجي خطيره ولذيذه بزاف. تقدروا تزيدوا عليها حتى مثلا قشره ديال سيترون حتى هي كتجي فيها بنينه بزاف وكتغير لها المذاق. المهم هنايا غندير الطبقه الاولى وغادي نعاود نفس الطريقه بالبسكوي. انا كنغمس البسكوي في الحليب وكندير الطبقه الثانيه علاش البنات ما كنديرش ديك الشعريه في الوسط حيتاش ديك الشعريه كتعجن مع الكريمه ديك الشعريه كدار غير من الفوق. ولا ما عندكمش غادي نوريكم شنو البديل اللي غادي ندير. انايا هاد النهار ما كانتش باقا عندي ديك الشعريه ديال 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 الخشخش داكشي علاش استعملت داك الشوفان اولا داك الكورن فليكس اللي كنت كنشارك معكم دائما حتى هو فيه واحد القرمشه اللي لذيذه ودرته هو كطبقه اخيره. البنات دابا غادي نصايب واحد الطويجين ديال بوزروك هنا كما كتشوفوا معايا درتو في الماء حتى طلق مزيان ودابا غادي نقيه. بزاف ديال البنات كيبغيو يصايبوا هكا بوزروك وكيعجبهم ولكن ما كياكلوش على حسب كيكون فيه داك التراب ولا داك التغزاز. وحتى انا في الاول صراحه ما كنتش كنقيه حيتاش ما كنتش عارفه الطريقه كان كيسحب ليا واش ملي كيتباع زعما بحال هكا راه صافي راه منقي ولكن لا البنات ضروري كيبقى فيه داك التراب كيتغزز. انا اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كتنقيوه مزيان وعلى ضمانتي ما تبقى فيه حتى شي حاجه وكيجي لذيذ وحتى داك التراب ما كيكونش فيه نهائيا. مهم بالنسبه للبوزرو كتكون الحبه ديالو بحال هكا كاينه هاد البليصه هادي نقرب لكم باش يبان هاد البليصه هادي هاتي نقاد الكاميرا هكا دابا راه واضح لكم ها نتوما كنشد هاد البليصه هادي هي اللي كيكون فيها هذاك داك الحجر ديالو داك الزبل زعما اللي كيكون في الداخل ديال الكرشو كتحيدوا هاد البلاصه كامله ها نتوما شفتوها هاد البلاصه هي اللي كيكون فيها داك الحجر اللي كيبدا يتغزز لينا صافي وكنحط هكا ها نتوما راه الطريقه ساهله البنات. ها دائما هاد اللور كتكون فيه واحد بحال المضوره هكا فيها داك الحجر كنحيدوها كامله صافي وكنحطوها بهذه الطريقه البنات ما كيكونش فيه نهائيا داك التغزاز اللي كنلقاو فيه راكم عارفين راه بعض المرات كيكون عامر بالحجر. وحتى انا في الاول ما كنتش كنعرف الطريقه كيفاش كن زعما كنقيه
حتى لواحد المره صايباته مرات خويا الكبير وهي اللي وراتني الطريقه كيفاش نقيه. الصراحه كيجي زوين بزاف بهذه الطريقه. المهم انا غادي نكمل هكا التنقيه ديال هذا الشيء كله ونوريكم كيفاش غادي نصبوه في الطويجين. ساليت كلشي روينه جمعت الكوزينه وكلشي وحتى الطبيله ديالي من بعد نوريها لكم. دابا تقريبا شريت ليا واحد ساعه ديال الوقت نجلس فيها نعس ندير اللي بغيت. المهم كنت هزت التليفون هكا كندوز شويه في لي كومونتير وكنجاوب البنات وكلشي. ادم حتى هو تسمع الثقيل حتى هو نعستو. صراحه ماشي انا اللي نعستو، نعس راسو. انا كنت كنوجد الفطور مشيت للبيت الاخر لقيتو نعس مسكين وغطيتو قادت ليه بلاصتو. دائما في هاد الوقيته ديال الفطور غير كيقرب هكا الفطور تتبقى ديك نص ساعه ولا ربع ساعه ولا، دائما هاد الوقيته فاش كينعس كينعس واحد شويه كيرتاح ومن بعد كيفيق عاد هو كيفطر عاد كيبغي يلعب وداكشي. المهم هنا نستغل الفرصه البنات باش نهضر معاكم على قبل ديك الشركه ديال اوريفلام اللي قلت لكم راني انخرطت فيها. وهضرت لكم عليها شويه في جوج ديال الفيديوهات ولقيت باقي التعاليق كيجيوني في الفيديوهات وكيقولوا لي فاطمه راكي كتكذبي علينا وهادشي راه ما كاينش. وحده كاع قالت لي راه قلت هذا راجلي وقال لي هادشي مستحيل يكون، زعما راه راجلها راه كيعلم كلشي، زعما كيعلم الغيب وكيعلم كلشي. والله الا كيضحكوني بحال هاد لي كومونتير البنات اللي ما فاهمين شي حاجه ولا مثلا ما عارفين شي حاجه ولا سولوا عليها. مثلا الا ما تيقينش فيا انا سولوا، كاين بزاف ديال الناس منخرطين في هاد الشركه سولوهم هما غادي يقولوا لكم. بغيت نفهم لكم واحد الحاجه، راه ما كاينش علاش غادي نكذبوا عليكم، ما كاينش علاش غادي زعما ما كاين حتى شي هدف. الا كاع كذبت عليكم شنو غنستافد؟ ما غنستافد حتى شي حاجه، يعني ما غتعطيوني شي حاجه من عندكم، ما غنعطيكم حتى انا. داكشي علاش ما كاين علاش زعما نكذبوا على بعضياتنا. انا مادام انني عرفت بان هاد الشركه كاينه وفيها ربح غير مباشر كما قلت لكم وبهاد الطريقه، خصوصا هاد الطريقه اللي حنا دابا خدامين فيها راها مزيانه بزاف. وواحد الحاجه كتنفعوا منها نتوما، كتنفعوا منها بحال قلتو كتاخذوا منها حويجات لراسكم، وفي نفس الوقت كتاخذوا منها حتى فلوس واحد السالير كيكون عندكم شهريا. هذا حتى كتوصلي واحد العدد ديال النقط، يعني ماشي من الاول البنات باش ما تجيوش تقولوا لي لا قلتي لينا غناخذوا الفلوس وداكشي، راه انا لحد الان ومازال ما خديت حتى شي حاجه، يعني مازال ما خديتش مازال ما وصلتش للنقط ديال السالير، حيت انا غير هذا الشهر اللي تسجلت، يعني يلا الشهر الاول باش تسجلت وخديت لا كوموند ديالي كما قلت لكم وشاركتها معكم وخديت حتى الفي اي بي، يعني ديك البرمه اللي شاركت معكم. وان شاء الله من هنا لقدام غادي نوصل للسالير ديالي كما شفتوا في الفيديو ديال امينه اختي، هي تبارك الله وصلت للسالير حيت هي ديجا تسجلت قبل مني. انا بصراحه ما كنتش مقتنعه حتى انا 100% في الاول بحالكم، زعما جاني داكشي ماشي ما تيقتش وانما قلت بلاتي حتى نقتنع بالفكره وتشرحوا لي الفكره مزيان وديك ساعه عاد نسجل. داكشي اللي درت. المهم جلست امينه اختي صراحه تسجلت هي الاولى وخدمات وهذا خدمات على راسها ودخلت معاها البنات. عاد من بعد انا فاش شرحوا لي مزيان قالوا لي شنو كاين،
حتى انايا تشجعت وقلت علاش لا، علاش لا ما نجربش حظي، انا شنو غنخسر؟ ما خسر حتى شي حاجه، اصلا لي برودوي ولا الماكياج ولا داكشي راه كنشريوه دائما. راه ما تقولش ليا شي وحده لا راه انا ما كنشريش، ولا ما يمكنش ما تكونيش ما كتشريش الحوايج اللي كتستعمليهم، بحال بارفان، بحال ديودورون، بحال مثلا الماكياج ديالك، راه هادشي شي حاجه من الضروريات لاي وحده كتشريهم ملي كيساليو ليها ولا ملي كيقربوا يساليو. وباش مزيانه هاد القضيه بهاد زعما هاد الشركه، انا كيفاش كتنخرطي معاها، كتولي كتاخدي لي برودوي باقل ب 30% من داك الثمن اللي كيكونوا كاتبين لك في الكتالوج، منها كتشري البرودوي اللي بغيتي كاليتي مزيانه وثمن رخيص ب 30%. المهم من بعد فاش كتاخدوا داك لي برودوي، كل برودوي خديتوه مثلا بارفان، ريحه، ماسكارا، اي حاجه بغيتو كاين في داك الكتالوج، كل برودوي بغيتوه كيكونوا فيه عدد ديال النقاط. هادوك النقاط ما حدك انت كتقداي، مثلا هذيك كل شهر كتقداي شي حويجات خاصينك او لا مثلا لعائلتك او لراجلك او لا، دوك النقاط هما اللي كيوصلوك لانك توصلي لهذاك الصالير. ومن بعد فاش كتبدي تقداي هكا، تقدر تدخلي معاك حتى البنات، يا اما صاحبتك، يا اما امك، يا اما اختك، يا اما باك، يا اما اي واحد بغيتي. المهم كتعمري غير المعلومات ديالو وكتسجلي عندك، باش حتى هو كياخد حتى هو شي برودوي ولا شي حاجه، منها حتى هو كيتحسبوا ليه النقاط ليه هو، ومنها كيتحسبوا لك حتى انت اللي دخلتيه. واش فهمتوني يا البنات؟ راه اش نقول لكم، الشرح ديالي ما غاديش يكون بحال الشرح ديال السيده اللي معنا في الجروب، المانجر ديالنا اللي في الجروب. صراحه دايرين جروب ديال الواتساب فيه بنات محترمين، بنات زعما كلهم خدامين على راسهم، كلهم بحالي بحالهم، يعني البنات باغين يوصلوا، عندهم واحد العزيمه واحد الاراده. داكشي علاش انا غنخلي لكم نمرتي مره اخرى في صندوق الوصف، البنات اللي بغاو غير يفهموا ويتاكدوا اكثر من هذا الشيء، يعني بغيتي غير تفهمي وتاخدي معلومات اكثر، غنخلي لك المرتي باش توصلي معايا في الواتساب. من بعد انا غادي ندوزك للسيده اللي كتشرح لينا حتى هي كل شيء بالتفصيل، وكتشرح احسن مني يعني بزاف المرات. ومن بعد كتفهمك الخدمه كيفاش دايره، كتفهمك شنو خصك ديري، شنو خصك تاخدي. من بعد انت اقتنعتي، تبارك الله، راكي كتدخلي معنا داك الجروب، كتولي كتعطينا السيده الفورماسيون، كتولي كل نهار كتشرح لينا حاجه. ما اقتنعتيش وما عجبكش الحال ولا جاك داكشي غير هضره خاويه، صافي راه زعما اللي عليا راني درتو، كتنسحبي بلا مجهود بلا حتى شي حاجه. المهم البنات كنتمنى انا هضرتي تكون واضحه، ما كرهتكمش كاملين كاملين، تخدموا على راسكم وتزيدوا القدام، والله العظيم هادشي راه كيشرف بينا، ما نبقاوش جالسين غير زعما كنطلبوا من الرجال نعطيني هادي عطيني هادي، راه الراجل الله يحسن العوان شحال قدو يعطيك. ولكن المهم دابا غادي ندوز باش نعمر واحد البريد ديال اتاي حيت هو اللي بقى ليا، وندوز باش نشارك معكم الطبيله ديال الفطار. لقيتوني جالسه دابا كنفكر مع راسي وكنقول كيفاش غادي يدوز هاد العيد، وحق الله العظيم جالسه كنفكر وكنشوف حتى الصور وحتى الاجواء ديال رمضان اللي كنا كنحسوا بها، ان زعما كتسمعي القران في الجوامع بصوت عالي، كتسمعي التراويح، الناس كيمشيو وكيخرجوا مورا الفطور، كيمشيو عند الحباب عند العائله. هاد العيد ما عرفتش بدا كيفاش غادي يدوز، والحمد لله كنتمنى انه يدوز بحال كاع الاعياد، واخا كتكون فرحه ناقصه شي شويه، حيتاش كتحسي براسك انك بحال محبوسه في دارك، كل واحد جالس في دارو، ما كاينش ديك اللمه ديال الحباب، ما كاينش داك الفطور مع العائله. وزعما انا بعدا كنت دائما في الاعياد كندوز الصباح هنايا في داري، وفي العشيه كنمشي لدارنا اولا الغد ليه مع الصباح كنمشي لدارنا ضروري، كنمشي كنتجمعوا تما كاملين خوتي ووليداتهم وكلشي، كندوز وقيته زوينه، كنبقاو نضحكوا مع بعضياتنا وكلشي،
ولكن هاد العيد ما عرفتش بعدا كيفاش غادي يدوز، كيفاش كاين الطعم ديالو، غير ديك الفرحه ديال الدراري الصغار مساكن، دوك الحويجات اللي كنشريو ليهم نهار العيد، كلشي لابس زعما كلشي لابس حويجات جداد، كلشي لابس حويجات زوينين. هاد العيد بعدا البنات ما انا صراحه كنت باغا زعما ناخذ غير شي حاجه هكا للدار، ولكن بعدا ما شفتوش هاد الشكيكه راه كنت ناعسه متكيه وقلت نهضر معاكم شويه. قلت لكم كنت زعما معوله باش ناخذ هكا شي قنيديره للدار ولا شي حاجه، ولكن ما لقيتش والله العظيم ما لقيتش. قلبت هكا البنات اللي كيبيعوا داكشي زعما نيني، يلا جيت تكا عندي هذا مراه ديال بليصه المعتاده ديالو كيبغي ناس كيتكا ليا فوق رجليا. قلت لكم كنت باغا ناخذ شي حاجه هكا العيد، ولكن صراحه ما لقيتش حيت كلشي ساد، كلشي الحوانت سادين، وهذا ما زعما قلت صافي خلي حتى من بعد، اصلا هاد العيد غتكون فرحه شويه شويه ناقصه حيت لما العائله وهذا ما غاديش تكون. حتى ادم صراحه ما خديت ليه حتى شي حاجه، ديجا كاين عند واحد اللبسه كانت جاتو كادو في عيد ميلاد ديالو فاش دار عام، تصوروا من عيد ميلاده فاش دار عام وجاتو اللبسه فيها عامين، ودابا يلاه جات قدو غير البارح جربتها ليه لبسه كامله بالبيت ديالها بكلشي، جربتها ليه ولقيته بحال يلاه خديتها ليه زعما جا العبار هو هذاك. صافي قلت هذيك هي اللي غادي نلبسها ليه، ما حتى الا بغيتي تاخدي ما كاينش منين تاخدي من غير انك تلتجئي ليسيت، وليسيت صراحه ما كذبش عليكم انا ما عمرني تقديت في ليسيت، اولا كنخاف ناخذ شي بياسه وما تقدنيش تجيني صغيره ولا تجيني كبيره وانا نصدق خاسره فيها، ولا ما يبغوش يردوها ليا ولا ما يبغوش يبدلوها، راكم عارفين داكشي علاش كنتفادى نهائيا باش ناخذ فليسيت. واخا هو كاين زعما كاين لو شوا كالناس اللي ما عارفين يتقداو، هذا كاين لو شوا كبير في جلالب في القفاطن في كل شيء، ولكن قلت ان شاء الله نعوضوها في حيد مني حيد هذا الحجر الصحي ومني نقدروا نمشيو عند عائلتنا. المهم البنات ان شاء الله العيد يدوز باش ما عطى الله كما كنقولوا، وتكون هذه غير سحابه وغادي تدوز وترجع الحياه لمجاريها. هادشي كله كنقومو به باش نحافظوا على صحتنا وصحه وليداتنا. صافي البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم، سمحني لي طولت عليكم في الهضره، بغيت غير نشارك معكم نهاري كيفاش كيدوز، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نبدا بتحضيرات العيد، غنشارك معكم بزاف د الحاجات منهم تغيير اللي غادي ندير ان شاء الله انايا، يعني تغيير في شكلي عامه، وغادي ندير حتى حليوات ديال العيد شي حاجه زعما اللي ساهله وفي المتناول ديال كاع البنات، حيت بزاف ديال البنات كتبوها ليا في لي كومونتير قالوا لي فاطمه صايبي معنا حليوات ديال العيد يكونوا ساهلين واقتصاديين، راكم عارفين كلشي في اطار الاقتصاد. المهم البنات نقول لكم تصبحوا على خير وسلام عليكم، تهلاو فراسكم.